يا علي يا علي، ايه النور ده؟ انت نايمة من امتى حياة؟ مش فاكرة. ده ايه اللي اخرك كده؟ ابدا الكلام خدنا. وانت ايه اللي منامك بدري بس دلوقتي؟ تعبانة يا علي، تعبانة، جسمي مكسر. تعبانة؟ تعبانة من ايه؟ وانت بتعملي حاجة؟ بذمتك يعني ده سؤال؟ طب بقولك ايه يا حياة، ما تقومي تصحصحي كده وتقعدي معايا تتفرجي على التلفزيون. النبي انت رايق قوي يا علي، جسمي مكسر عاوز انام. روح اتفرج انت لو عاوز. لا مش عاوز، مش عاوز حاجة خالص. اطفي النور ده بقى. يو يا علي، وانت بتعملي ايه هنا؟ انا بنظف البيت بس. وحياه النبي لا الم لك الدنيا دي حالا. ويعني ما لقيتوش غير يوم اجازتي عشان تنظفوا فيه البيت؟ معلش يا استاذ علي، حقك عليا، حقك عليا الم لك الدنيا دي حالا. يا ست اللي عليا ولا عليكي، اذا كانت صاحبه البيت مش في دماغها يبقى انت اللي مش هتقلبي لي البيت. معقوله؟ ما قالتش هتيجي امتى؟ هي قالت انها مش هتتاخر. حضر لك الغدا؟ ها؟ كل حاجة جاهزة على التسخين. لا أنا هستنى حياتي تتغدى سوا. ليه؟ ده أنا مفصصة لك. إيه؟ عاوزاني أنت كمان؟ ما هو ما ينفعش افضل قاعده كده وقبل حياه مش موجوده. الناس تقول عليا ايه؟ طب ما تعمل اللي انت عاوزاه، انا مش ناقص وجع دماغ. انا اخش اغير والم الهدمتين بتوعي وادورلي على اي حته تداويني، وانا ونصيبي بقى. مش عايز اعمل لك حاجه قبل ما امشي. لا مش عارف. على العموم انا مجهزه لك كل حاجه على التسخين عشان يعني كده ما تلص وانت لوحدك، ولو جعت سخن لروحك وانا مفصصالك. خير يا استاذ علي؟ في ايه؟ انا بغير هدومي، ما يصحش كده. تقدري تلبسي هدومك دلوقتي، وقت متأخر ممكن تبقى تمشي الصبح. ايوه بس يعني ما بسش ولا حاجة، ممكن تبعيتي هنا في الأوضة وتقفلي على نفسك بالمفتاح. الصباح رباح وله عينين، تقدري تبقى تمشي الصبح. نشفت من أكل الشارع، نفسي رايحة لأكل حلو. حلفت لأكلك بإيدي. بس أنا ماليش نفس. هتكسف إيدي؟ ده أنا مفصصاك. بس أنا مش هاخد غيرتي. وأنا مش هغصب عليك، والأكل أهو موجود، هيروح فين وإحنا مع بعض؟ ولا انت بقى ناوي تسيبني تاني؟ اسيبك واروح فين؟ عشان تعرف بس ان مالكش مكان الا هنا. نعم. من ساعة ما طليت في وشك دعيت وقلت يا رب يبقى من اسمتي ونصيبي. ده راجل ولا سيد الرجال؟ انا كمان اسمع، مش عاوزك تزعلي مني خالص. كل اللي فات ده نسيك.
الواحد بياخد وقت كبير قوي لحد ما ينسى حاجات كتير قوي وحياه. الليله دي ليلتنا مش ليله حد تاني، وانا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. ايه ايه رأيك؟ أنا عايز أسألك سؤال يا سماح. اسأل يا أخوي. هي ليه الزوجة التانية بس هي اللي بتعرف ترقص؟ عشان تبقى الأخير؟ لا، عشان الزوجة الأولانية لو بتعرف ترقص ما كانش بقى فيه زوجة تانية. هي وصلت لكده يا شحاتة؟ والنعمة ليها ذنب يا سعاد، ده هما اللي طبوا عليا فجأة وجابوني زبادي. ليه يا اخويا؟ كان عندك حموضة؟ لا، البنت اللي جايبينها كانت زي العسل اسمها زبادي. ما تجيبش سيرتها. طحشي. قول انك ما بقتش تحبني. ما بقتش قادر تعيش معايا. ساعتها انا هحترمك وهديك حريتك كمان. بجد يا سعاد؟ ايوه بجد. هو انا هعيش معاك يعني غصب عنك؟ هي الحاجات دي فيها عافية؟ انما تخوني انا يا شحاتة، تخوني انا؟ طب ليه؟ ناقصني ايه؟ انت مش ناقصة حاجة خالص، ده انت كل حاجة فيك بزيادة، مرطرطة، مبعطرة، بس انا مش لاقي حتة في بيتك ارتاح فيها. اتخلقتي مني يا شحاتة؟ طب طلقني، زهقت مني طلقني، وخلي عندك كرامة وطلقني. ما تستفزنيش يا سعاد. طلقني يا شحاتة، طلقني. كده؟ طب روحي يا سعاد وانتي. عايز تطلقني يا شحاتة؟ طب افتكر المكرونة بالبشاميل ولا فاكر البانيه باللحمة اللي كنت بتطفحه عشان تسمن وترابرب ورز ابو رزة ورزة رزة ورزة اللي طلع عيني. عايز تبني بعد كل ده؟ طب افتكر لما كنت معفن وحميتك ولما كنت بتطرطش على الحمام وافضل امسح وراك وافضل امسح وراك يا زبالة، ولما كنت بتسيب البنت دي زي خلقتك وافضل لم وراك يا واطي. عايز مراتك حبيبتك سعاد وتروح تخونها مع زبالتي؟ ماشي ماشي، ده انا لا مش هضربك ولا هفكك خالص. انا خليك تبص عشان تحس بالخلق اللي خلقها لي ومرمطش وراك ليل ونهار. يا بطي يا زبالة يا زبالة.